الإمكانية والتمكين اللي بيكون متاح مغلة الحاضنة والمسرعة، في أفكار جابها أبو يزيد وإحنا جالسين. طبعا في متعددة زيارات للجامعات، يعني خلينا نقول ليس فقط ان احنا بننتظر، بس دائما البدايات على ما يقولون تمشي وبعدين تركب. فاحنا اليوم تونا في البدايات، احنا نركز على الاشخاص اللي عندهم اشياء يعني ملموسه نقدر احنا وياهم نقويها. هذا باختصار اذا بجاوبك على الثانيه. بالنسبه للاولى والنظره او غيرها، شوف على ما يقولون رحله الالف ميل تبدا بخمسه. واليوم لو تنظر حتى للسعوديه ما كان قبل خمس سنوات واللي صار اليوم ما حد كان يسويها بكل المقاييس. لا انا اتكلم كاقتصادي مالي، حتى اللي اشوفه لا بنيه تحتيه على الثمانينات الميلاديه. لما نشوف الشيء اللي كنا نعاني منه في الثمانينات مثلا في بوينت اوف سيل، نقاط البيع هذه اللي صارت اليوم انت بساعتك تدفع، هذه كانت حلم وكنا نفاجئ احنا ويا، مع احترامي لاخوي نايف وانا متاكد انه، بس انه كان ذيك الايام نقول لهم بس خذ المكان مجاني ونعطيهم خط التليفون ذيك الايام 15000. زين؟ فكانت النقطة انه احنا نتكلم عن مسار. الان هل متى بنوصل ل 6%؟ اعتقد هذا هو السؤال وليس التشاؤم فيه. لا ان شاء الله انك ما انت متشائم، لكن هي النظرة اللي نقول عليها ان شاء الله انه يكون في مخاطرة، اللي اهم من انك مخاطرة ما في على ما يقولون ما في فري لانش، ما في غدا مجاني، لكن هي نقطة مخاطرة لا توصل. احنا بنعمل مع كل الاخوة زي ما قلت ثلاث قدمة على ثلاثة على احنا بنعمل على المسار التنظيمي التشريعي بحيث نساعدهم منشآت احتوتنا كحاضنة ومسرعة بتحتوي من يخرج منها. الجزء الثاني اللي هو التمويل والاستثمار، هذا عندنا كام اي اس سباقين فيه ونبغى نقدره مع كل من يكون معنا في الحاضنه. الثالث اللي هو المعرفه الفنيه، في قامات فنيه نعتقد اذا على ما يقولون ان شاء الله ما دام انه هالثلاث جوانب متواجده انها تكون كافيه، لكن يظل مساله فشل سبحانك ربي ما نقدر نتحكم، لكن على الاقل عملنا كل ما يجب للتاكد من انه الدعم الضروري في البدايات اللي هو عاده المحدد الرئيسي انه ان شاء الله شيء يعني. اول شيء طبعا احيي سياده الحكيم وعضو عريق للجمعيه ودائما سفير للجمعيه خاصه الصحابيه. ذكرك لي مثال الصحافه الورقيه، يعني انا بالنسبه لي متمكن منه جدا بحكم دراسات الدكتوراه عن هذا الموضوع، ولكن مثل ما اشرت في الترحيب بكم ان العمل هو فكره اساسا. فالصحافه الورقيه في المملكه وضع الحالي ما هو المشكله في الصحافه نفسها، المشكله في قاده هذه المؤسسات ما استطاعوا استيعاب المرحله، ما استطاعوا التجديد في المنتج. يعني احنا ممكن نعرف باختصار الان مثلا يسمونه نايف يعمل في قطاع متغير ومتجدد، هذا ما يجدد افكاره ويجدد منتجاته ويجدد تسويقه ما يستمر بالسوق. فعمليه التجديد في المنتج والافكار الجديده ترى في كل شيء. ترى احنا الان نتكلم ان الحياه موضه وكل مرحله لها الموضه تغيرات في الشكل في اللبس في الاكل بكل شيء. يعني يمكن دائما احنا في الاعلام نضرب امثله بالاعلانات عن بيبسي وعن اشياء اخرى. البيتزا هي البيتزا، بس طبعا طريقه اعدادها تصويرها مقاديرها يمكن الان ما كان، خلينا نقول قبل 10 سنوات ما حد يتصور اني بيدخل السوق منتج غير بيتزا هت وبيتزا حين مثلا. اليوم ماسترو بيتزا منتج سعودي غزل عام، فكرة سعودية. يمكن كثير من القادة السعوديين أو الرواد جاهز جاهز منتج سعودي الآن كثير. يعني هون هذا أربط أنا بنقطة الفكر، يعني أنت عوجت فكرتك ومن ثم تجدد فيها الفكرة حقت أنت
كمشروع ستدرس الخبراء، ستدرس اقتصادية ومالية، وحتقدم لك الاستشارة. ممكن ما تقبل بكرتك أو ممكن تطور بكرتك، وبالتالي بروح مثل ما ذكر عبد العزيز الجدوى الاقتصادية، هل هي هي مردود؟ ومرات ممكن ليش لما أشار عبد العزيز على أن احنا هذه البداية اليوم للتعريف وتدشين الحاضر والمسرع، ولكن احنا بالجمعية وشريكنا الماي اس حنذهب لأبعد من ذلك، حناخذ الحاضرة ونروح للجامعات. ممكن فرص الطلاب الإعلام أكثر من أي واحد عنده عمل وارتبط حياته فيه وصار مسار تغيير صعب، لكن ممكن شاب مثل عبد الرحمن الآن بدأ يدخل أروقة الجمعية ويصنع مبادرات، وربما يجد نفسه أو يصنع مشروع في الجمعية، وبالتالي يخلق له فرص واحدة يعني. فبالتالي الفكرة والتجديد والمواكبة هنا حتخلق الفارق يعني بإذن الله.